مشاهدينا في كل مكان، معاكم طارق ابراهيم في موضوع جديد من تيكو تيوب ويوميات مغترب. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن الدراسه في الولايات المتحده الامريكيه. بس كان في ناس كتير بعتولي قالوا لي ايه هي الخطوه الجايه بعد ما نتقبل في الهجره. ان شاء الله يعني لما الناس تتقبل في الهجره وتيجي على امريكا هنا، طبعا برضو انا هتكلم على حدود خبرتي في ولاية نيويورك ونيو جيرسي. كل اللي انت محتاجه من عندك شهادة التخرج بتاعتك، اللي هي بيسموها اللي هي كريدت بتاع الكريدت، اللي هي مادة بمادة، شهادة مادة بمادة، بيان درجات، حاجة زي كده، وبتترجمه يكون موثق وبتجيبه هنا وتقدم. طبعا مش بتحتاج تعمل تويفل ولا ايلتس. كان في حد سألني يعني مش بتحتاج الامتحان ده، لانك كده كده لما بتروح اي كلية تقدم فيها بتعمل امتحان اسمه placement test for ESL. ESL اللي هو English second language، انجليزي مادة لغة تانية. فبتعمل امتحان وبيحددوا على اساسه الليفل بتاعك، المستوى بتاعك، بس في اللغة الانجليزية. ساعتها بقى بيحددوا لو انت ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 0 او سقطت بقى مش هينفع تخش، بس يحددوك ويحطوا لك المستوى. والله طلعت مثلا ليفل 1 بيدوا لك بعض المواد، بعض المواد انجليزي، جرامر، ريدنج، رايتنج اند اول ذس، وكل الكتب دي، او يدرسوه لك عشان مستوى الانجليزي بتاعك يزيد. دي اول حاجة. وفي نفس الوقت بتبدأ في المواد اللي انت بتدرسها اللي هي جنرال ستادي، وبعد كده مواد التخصص. ده بالنسبة للدراسة. التقديم بيكون سهل، بتروح الكلية، ناس في ناس كتير بتساعدك، بتروح تقدم. والله لو انت معاك ورق، في حاجة اسمها financial aid service، دي بتساعد اللي هم الناس عندهم low income، يعني ما عندهمش دخل كتير، ويبدأوا يشوفوا يبحثوا عنك وظروفك، انت معاك قد ايه، بتعمل كام، الكلام ده، وعلى اساسه بتاخد فاينانشال ايد، وبيدولك برضو فلوس معينة لتعمل كفر للدراسة، يعني تدفع بدالك للدراسة وبس كده، يعتبر بس كده. ولو انت مش معاك طبعا بتاخد لون، اللي هو بتاخد كارد من البنك، او بتدرس على رفاقتك الخاصة. بالنسبة للناس بقى، كان في واحد مهندس كان بعت لي سأل لي برضو ان موضوع الدراسة ومعادلة الشهادة. طبعا لما بتيجي في كورسات سريعة لمعادلة الشهادة، الناس والله عندها قدرة وبتكلم انجليزي كويس، بتخش تاخد الامتحان، بس اسعار الامتحانات مختلفة والتخصصات مختلفة. بصراحة ما عنديش فكرة كاملة عن موضوع، مثلا لو انت مهندس او كده هيكون الامتحان يكلفك كام، بس في امتحانات ولو نجحت فيها بتاخد الشهادة، بس كل حاجة هنا برخصة، يعني كل شغلانة او حاجة لو ليها رخصة بتمتحن عشان تاخد اللايسنس بتاعتها. دي بالنسبة لواحد عاوز يعادل شهادته. بس يعني موضوع الدراسة سهل جدا، مش صعب خالص، بس بياخد وقت. هو كل حاجة هنا بتاخد وقت، يعني مش هينفع تجري الخطوات ولا تنط واحدة واحدة، لازم تمشي خطوة بخطوة. حاجة كمان كنت حابب اضيفها، موضوع الدراسة هنا بقى مش بيقتصر على سن معين، يعني مش بتروح الكلية تلاقي واحد عنده 20 سنة لسه متخرج من هاي سكول، جاي من الثانوي ومعاك في الكلية، لا، بتلاقي ناس كبيرة جميع الاعمار، عندك من 20 لغاية وانت طالع لغاية 60 70. فالناس كلها بتدرس، اللي بيحبوا الدراسة بيروحوا يدرسوا وياخدوا اكثر من شهادة، بتساعدهم في السالري بتاعهم، وبتساعدهم ان هم يلاقوا شغل. بس ده اللي انا حابه في موضوع الدراسة هنا، ويعني بشجع اي حد يجي يدرس هنا لانها هتساعده كتير في حياته، ويعمل كارير جديد ويشتغل حاجة كويسة. طبعا تاني حاجة، الدراسة هنا بتفرق عن عندنا، لان الشهادة فعلا بتفرق معاك، يعني انت خدت شهادة في حاجة معينة دفعت فيها فلوس بتستفاد بيها، مش هتعلقها على الحيط، فساعتها انت حتى هتذاكر بحب وتجتهد عشان تحاول تجيب درجات كويس وعشان تعرف تلاقي شغل كويس. دي اخر حاجة كنت حابب اقولها لكم. وبس ده عن موضوع الدراسة. لو اي حد عنده اسئلة تانية ياريت تقولولي،
واستنوني في موضوع جاي قريب عن باقي التفاصيل عن موضوع الهجرة الشرعية. ما تنسوش، فاضل 3 أيام على الهجرة، كله يقدم بقى. يلا، فرصة سعيدة وجود لك لكل الناس، وإن شاء الله لو في أي حاجة عرفوني. طارق إبراهيم.